طيب نستمع إلى افتتاح قصير من ابن من أبنائنا البراعم محمد عبد المهيمن من الفلبين. محمد ما شاء الله ما شاء الله جميل أزهري جميل. اجلس يا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناه بحور عين. صدق الله العظيم. الله اديني بوسة. ما شاء الله ما شاء الله. ده بقى الفائز الأول بعد إذن الحاجة فاطمة. ده ما شاء الله يعني مهيمن فعلا.